معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني السيد اللواء أبا بكر إبراهيم. أهلا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء، تطور ربما يكون كبير يقلب موازين القوى هو انضمام درع السودان إلى قوات دعم سريع، كيف ستؤثر على مجمل المناطق يعني من ناحية التحركات الميدانية لقوات دعم السريع وقوات الجيش السوداني، وأيضا تدخل قوات درع السودان هل سيكون يعني بشكل مسلح أم أنه فقط من ناحية التوازنات؟ السلام، أولا سلام لك ولمشاهدينك. السؤال شوية معقد وأرجو أن أخذ الوقت الكافي لشرح هذه التعاقدات. التغيير في السودان بعد أن تغير من مرحلة الهبوط الناعم الإبقاء على النظام السابق وتغيير وإحداث توازن مع القوى العالمية، تغير أثناء بعد الثورة إلى اختلاع النظام وتغييره تماما. الخطة كانت معتمدة على أن يتولى الدعم السريع التوسع الكافي، على أن يتولى الجنرالين البرهان وحميتي المرحلة ما بعد الإنغاز، لكن على أن يكون البرهان هو الرئيس وحميتي هو الذي يتولى التأمين العسكري. لكن تنبه البرهان على أن وإعادة هيكلة الجيش وتفريقه على أن يكون الدعم السريع هو العمود الفقري للقوات الجديدة. تنبه البرهان إذا أنه سيكون هو الرئيس أنه هو سيكون رئيس ديكور، وأن الذي يمتلك القوة هو الذي سوف يحكم السودان. لذلك حاول هذه القوات تبناها البرهان على أن في لمرحلة ما بعد الانقلاب وما بعد الثورة ما بعد التغيير الحصل، على أن يتولى على أن تقوم هذه القوات بالتوازن بين قوات غرب السودان التي يتولاها حميتي وقوات ما يسمى بالجلابة التي يتكون منها الولايات الآن التي تكون قوات البطانة. تم اختيار العقيد كيلك وهو من الضباط الذين تم النظام السابق من الاستغناء عنهم في رتبة العقيد، وهؤلاء هم أكثر الذين يعارضون النظام السابق. والبرهان توسع في هذه القوة حتى وصلت 75. تنبه حميتي وحاول مش حاول فعلا تم القبض على الغادة، لكن حس البرهان كان صحيحا وقد انفجر الخلاف بين الرجلين حتى قبل التمكين. لكن عسكريا عسكريا ما الذي ستضيفه هذه القوات إلى الدعم السريع، وبالتالي هل ممكن أن نرى انقلاب للكفة وبالتالي نذهب إلى أكثر استقرار يعني ما بين الطرفين؟ الفكرة أساسا هي مبنية على التوازن بين التوازن الأيديولوجي بين قوات حميتي وقوات الشماليين زي ما بيقولوا. فإذا لا يوجد شيء مشترك بين الدعم السريع وهذه القوات، على العكس كان الخطة مبنية على التوازن في الجيش المستقبلي، لكن فشل الخطة وانتصار الجيش، وفي النهاية توجد قوات معسكرة بالسلاح ولا يمكن أن تجلس هكذا. فيبدو أن قادة كيلك كونوا رؤية جديدة، بحيث أنه إضافة إلى ذهاب الدعم السريع أبقى على اتفاقية جوبا، واتفاقية جوبا هي نفس الفكرة، أنه هذه القوات تعتقد أن اتفاقية جوبا قد ظلمت الجزء العربي الذي يسكن على ضفاف النيل. لذلك
تكونت الفكرة. لو تلاحظ أن كلام كيلك يتكلم عن الفلول ويتكلم عن هذا صحيح سيادة اللواء، هذا صحيح من الجانب السياسي، لكن أنا دعني أحلل بشكل عسكري هنا. هذه القوات إلى أي مدى يعني تجلب الجيش السوداني للحوار وإيقاف المعارك بناء على قوتها؟ هي لا، أنا قلت لك الذي كون هذه القوات هو الاستخبارات العسكرية بتعاون مع حمايتي، إذا ولم تشكل على أساس أنها قوات قتالية آنية، إنما قوات لإحداث التوازن في المستقبل. لذلك أنا لا أعتقد أن هذه القوات هي قوات قتالية سوف تساهم في هذه المرحلة، ناهيك أن الكنترول المفتاح بتاع أساسا لدى المخابرات القوات المسلحة التي هم يقولون أنها تابعة للفلول. أشكرك وجودها أشكرك على كل هذه الخلل الأساسي أنها من القاهرة. الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني السيد اللواء أبا بكر إبراهيم، شكرا جزيلا لك.